التضامن الشعبي الواسع عربيا ودوليا مع غزة إثر العدوان الإسرائيلي الغاشم على الفلسطينيين لم يقتصر على أساس وحقوقيين وشرائح واسعة من مجتمعات بعينها، بل امتد إلى تجار الحشيش. فما القصة؟ قطع تجار حشيش مغاربة الطريق على سماسرة وزبائن إسرائيليين بسبب غزة وبسبب الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، واتخذ تجار مادة الحشيش المخدرة هذه الخطوة تضامناً مع الشعب الفلسطيني في محنته بعد سقوط أزيد من 27 ألف شهيد أغلبهم من النساء والأطفال منذ بدء الحرب على غزة. وتقاسمت قناة إسرائيلية بوح أحد تجار المخدرات الإسرائيليين بحرمانه من التعامل مع الوسطاء أو مع التجار بشكل مباشر، ما جعله يخسر الملايين. وانقسمت التعاليق بين من يرى أن مقاطعة تجار مخدرات مغاربة لإسرائيليين ينم عن الرجولة والشهامة التي لم تكن عند ساسة وحكام عرب إزاء ما يحدث في غزة، في حين رأى آخرون أنه كان الأجدر بهم إغراق الإسرائيليين بالمواد المخدرة.